أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم في حلقة جديدة من قناة HSE World. أنا النهاردة جايب لكم تطبيق كده بسيط، هو حجمه بسيط لكن فائدته كبيرة. التطبيق ده طبعا بيخص كل من هو مهتم بأعمال الرفض، في نفس الوقت لمنسق السلامة أو مدير السلامة والصحة المهنية في المواقع. زي ما احنا كلنا عارفين من مسؤوليات مدير السلامة والصحة المهنية في الموقع أو الراجل أخصائي السلامة أيا كان المسمى، إن هو بيراجع خطط الرفع في الموقع. دي من أحد المهام بتاعته، بيجيله خطة الرفع وإن هو بيراجع كل الحسابات اللي فيها. طبعا هي دي مش مسؤوليته بال 100%، لكن هي بتبقى مسؤولية طبعا كومبيتنت بيرسون أو ريجر، هو المسؤول عن عملية رفع كاملة بالخطة. لكن أنت مدير سلامة وصحة مهنية أو مشرف سلامة أو مهندس سلامة في الموقع، أثناء الإنشاءات أو أثناء عمليات الرفع لازم تتأكد إن كل الخطط دي مظبوطة. طيب عشان تتأكد من الموضوع ده لازم يكون عندك خلفية ودراية وعلم بعمل الرفع، وتكون مؤهل إن أنت تراجع حاجة زي كده، مش تقول آه لا خلاص أنا بصيت وعرفت الحملة دي والكلام ده كله. أنا مش هطول عليكم، بس التولز اللي أنا جايبها لكم النهاردة هي تول مبسطة، هي في الآخر حسابات ماثيماتيكالز، يعني هي طول حسابية بتقدر عن خلالها تقدر تحسب الأوزان الخاصة بالأحمال، في نفس الوقت تقدر تعرف التنشنز أو الستريس أو السترينز الخاصة بالويرات، وأي شكل بقى انسيمتريك أو أي إكويبمنت عاوز تعرف الوزن بقى تعمل استيميشن. هي طبعا هتفيد الراجل بتاع السيفتي، في نفس الوقت هتفيد الإيه الراجل بتاع الرفع، طبعا هما بيبقى عندهم سوفت ويرز. طيب دي الابليكيشنز، هو عباره عن اكسل فايلز بسيط، دي الواجهه بتاعته. زي ما احنا شايفين كده هنلاقي في اندكس، الاندكس ده بيحتوي على الاوزان زي ما احنا اتفقنا او الويتس، ممكن نشوف التنشنز او الايكويبمنت. لو تصفحنا فيه كده دي معظم الاشكال الهندسيه اللي ممكن اقدر احسب الويتس بتاعتها. عارفين طبعا كلنا ان اي شكل منتظم ما اجي احسب الويت بتاعه عن طريق الكثافه في الحجم، فانا بعرف الشكل مثلا زي الشكل المكعب او البريزم او البيراميدز، كل دي اشكال هندسيه منتظمه اقدر اعرف عن طريق كثافه الماده بتاعتها الماتيريال بتاعتها، سواء الكثافه ماتيريال ستيل او خشب او نحاس ايا كان الماده مصنوعه بيها، بضربها في الحجم بتاع الشكل الهندسي بيديني الويت. طيب في بعض الأشكال بتبقى غير منتظمة، وهنشوف زي ما هنشوف كده في الأبليكيشن إزاي بتتحسب. أنا هدي مثال مثلا على كل حاجة، لأن الأبليكيشن كود مش هقدر طبعا عشان الوقت مش هقدر أغطي كل الأشكال. فلو فرضنا مثلا خدنا أي شكل من الأشكال دي، ناخد شكل مثلا السلندر مثلا، دي بالنسبة للإيه للأشكال المنتظمة. هنلاقي عندنا هنا كده السوفت وير دوت أو البرنامج دوت، ان كل اللي ما عليا انا بعمل داتا انتري او بملأ البيانات الخاصه. هنا مقسم لي طبعا الارتفاع سلندر زي ما احنا عارفين، في عندنا القاعده بتاعته بتبقى دايره والشكل فوق سلندريكلز، فالحجم لازم اجيب مساحه القاعده دي، في نفس الوقت اجيب الارتفاع واقدر اجيب السايز. هنا الموضوع سهل وبسيط جدا بالنسبه لي، انا اهم حاجه بس بختار من الابلكيشن اليونتس بتاعتي سواء متريك او يو اس، فانا مثلا اختارها متريكس بحيث ان انا اختار الدايمنشن بتاعتي تبقى meters وسنتيمترز. فلو فرضنا مثلا الدي اللي هو يعتبر الدايمتر بتاع القاعده او هو الشكل الدائري، ولو قلنا فرضنا مثلا ان هو ايه 5 متر، والاتش نفترض مثلا ان هي او الارتفاع نفترض ان هي 10 متر، هنلاقي اوتوماتيك بيديني الفوليوم. طبعا الفوليوم دوت بيعتمد على الشكل الهندسي اللي قدامي، فالاقي هنا مثلا الفوليوم عندي بالكيوبيك سنتيمتر مثلا، هنا ايه ادتني النتيجه بتاعته. طيب عشان اعرف كثافه، عشان اعرف بقى الوزن، احنا عارفين الوزن هو عباره عن كثافه في الحجم او الرو في الايه الفوليوم، فعشان اجيب الويت لازم احدد طبعا طبيعه المادة اللي مصنوع منها الحمل بتاعي أو اللودز. هنا طبعا الأبليكيشن بيتيح لي جميع الأنواع
أو جميع المواد الممكنة، يعني مثلا لو هي من ألمونيوم، براس، مثلا برونز وإلى آخره، أو ستيل إلى آخره. فمثلا اخترت إن هي من نحاس، هلاقي طبعا الويت عندي بيختلف حسب اختلاف المادة بتاعتي، وبالتالي هنا أنا قدرت أحدد الويت اللي أنا محتاجه في الشكل وهكذا. ده كان مثال مثلا، بس أهم حاجة طبعا أنا لو هعتمد على حاجة زي كده في حساباتي لازم المسؤولية تقع على شخص مختص بالليفتنج. يعني يا جماعة أنا بقول دي فور يور ريفرنس، هي هتسهل علينا بس كـ HEC، وليس أعتمد عليها اعتمادا كلي عشان بس إيه مفيش مسؤولية تقع عليها. طيب زي ما قلنا في أشكال مختلفة، مثلا شكل السفير نفس الكلام، هحط البيانات بتاعتي أو أدخل البيانات بتاعتي. نفس الكلام مثلا، مثلا الكونز وان كان إلى آخره. ده بالنسبة للجزء الخاص بالأوناش وهكذا. كل ما بدخل بياناتي المطلوبة مني، هو كل ما عليك بس أنت تخلي البيانات المطلوبة، هتقدر تحدد الوزن أو تحدد الويت الخاص بيك. طيب في الويتس برضو احنا قلنا في بعض الأشكال اللي هي غير منتظمة، زي ايه مثلا؟ عندك ستاندرد بيمز، او عندك مثلا فلانش، او ستيل شانل، او انجلز. كل دي اشكال بتبقى ايه غير منتظمه. ستيل بايبس مثلا، احنا طبعا كلنا عارفين ستيل بايبس هي عباره عن شكل هندسي سيمتريكالز، بيبقى فيه انترنال دايمتر واكسترنال دايمتر. طبعا كلنا كنا بنحسبها حسابيا كده، لكن هو السيستم طبعا او السوفت وير هيبدا يحسب لنا الكلام ده ايه. كنت بتكلم عليها ادخل البيانات وادخل الايه الكثافه بتاعتي، واحسب الوزن الخاص بالماسوره والنوع بتاع الماسوره. طب الجزء الثاني من الابلكيشن اللي هو التنشن، وده جزء مهم جدا خصوصا في عمليه الرفع، وخصوصا للريجرز، لان الويتس طبعا احيانا بيبقى معروف وما بحتاجش كل اللي فات دوت. احيانا لو هو الويتس جه اصلا عليه الوزن بتاعه، انا مش محتاج ليه اللي فات، انا احسب الوزن بتاع الاشكال ده. ان كيس مثلا ان انت كنت عندك مثلا مكعب خرسانه عاوز تحسبه، دي احنا بنحتاج فيها الابلكيشنز، لكن او حاجه فابريكيتد، مع الاعتبار ان في عندنا فاكتورز طبعا بتتضرب ما باجي احسب الويت فاكتور لو انا بعملها استيميشن دي، وان شاء الله هنعرفها في الكورس القادم، تكمله الكورس الخاص بالليفت ان شاء الله. تابعونا الجزء اللي هو الخاص بالليفتنج بلان، هنشرح فيها ازاي الخمس انواع لحسابات الويتس، سواء اذا كانت الويت كالكوليتد او استيميتد او ويتد او مانيفاكتشر. احنا الجزء ده او البرنامج ده هيفيدنا ان شاء الله في الكورس اللي جاي في موضوع الكالكوليشن الخاص بتاعت الويت. طيب التنشنز كالكوليشنز حسب الهيتشنج بتاعت الوايرات، يعني طبعا عارفين الوايرات ليها اشكال في موضوع الريجنج، يعني اما تبقى رايت انجلز او تبقى فيرتيكال واير عن الزاويه 90 درجه اذا كان السنجل واير، او اما يكون عملته اعمله باسكت او اعمله تشوكر. طيب وفي حالات تانية بيبقى فيها ايه الدبلز ليجز، وفي تريبل، وفي فورس ليجز الى اخره. يعني احنا طبعا هناخد اكزامبل نفس الكلام، كل اللي عاوز يبص على الاكزامبل اللي تلاقي لي طبعا كل في الابلكيشن زي ما قلت هو حاجه بسيطه وسهله جدا اي حد يقدر يفهمها، بس مع تركيز ومع يعني ايه تفهم بسيط للابلكيشن. فمثلا انا هناخد حاجه بسيطه الاول اللي هو تو ليجز لينكس تنشنز. مثلا انا عندي وايرين زي ما حضرتك شايفين كده، وعندي الحمل، كل اللي عليا انا عاوز احسب التنشنز او التوتال ايه تنشنز في كل واير من دول. فكل اللي عليا برضو بختار اليونتس بتاعتي او المتر بتاعتي، اعرف الويت بتاعي. ولو فرضنا مثلا نقول ايه 20,000 طن زي ما هنا في المثال، يعني 20,000 كيلو سوري، يعني نقول 20 طن. وبحدد الدايمتر واللينسز بتاعت كل وايرز. فانا مثلا عندي السلينج لينس مثلا بالمتر عندي 3 متر، وبالنسبه للديستنس بتوين الاتاتشمنت لازم احدد المسافه بين كل واير، ولو فاكر مثلا نقول ان المسافه دي نقول 6 متر، طبعا هو ده مثالي طبعا ما ينفعش يبقى 6 متر، نقول 2 في التو ليجز، نقول المسافه دي 2 متر، هيديني التوتال ليج لينث 309 سنتيمتر، يعني 3 متر وايه و9 سنتيمتر. طيب اهم حاجه هنا بقى في الاختيارات بتاعتي التوب شكلز، بختار الشكلز اللي هيناسبني او السبيكس الخاصه بتاعت كل شكل بالظبط. يعني مثلا عندي نص بوصه الوي سكرو، او عندي 5/8 بوصه، او عندي 3/4 بوصه وهكذا. بختار مثلا الشكل الاولاني
وبختار دي بالنسبة للشكل اللي عندي الاتنين، وبختار مثلا السلنج بتاعي برضو نفس الحكاية، لو عندي 2 بوصة، 1 أو 8 بوصة أو ربع بوصة أو إلى آخره، بختار الدايمتر بتاعه، وبختار الشكلس التاني أو اللور شكلس. يبقى عندي فيه 2 شكلس برضو، مثلا اخترنا الأولاني النص، يبقى نحاول نختار التاني. هو في الغالب الاتنين إيه زي بعض. بيديني هنا الوركينج لود ليميت، الوركينج لود ليميت وليس السيف وركينج ليميت الخاص بيه. وفي فرق طبعا بين الورك لود ليميت يا جماعة والسيف وركينج ليميت. الوركينج لود ليميت هو الليميت اللي عنده بيتكسر او بيتقطع الوايرز، لما يبقى في تنشنز او فورس على الواير بيجي عند حد معين بعد الانجليشن معينه بيبدا يحصل بريكنج للوايرز، ودي اللي هي طبعا اقصى حاجه او اقصى حموله بتيجي على الواير. احنا طبعا لما بنيجي نشتغل بنشتغل على حاجه اسمها اس دبليو ال او اللي هي السيف وركينج لود. والسيف وركينج لود ده طبعا بعد السيفتي فاكتور. فمثلا في الواير سلينج بنقول 1 لـ 5، الويبنج سلينج مثلا نقول 1 لـ 7 الى اخره. فبضرب في السيفتي فاكتور، يعني مثلا عندي ان الورك لود ليميت هنا مثلا 3000 كيلو، بقسم على 5 يبقى انا هشيل كده من يعني 3 طن، بعد كده بقسم على 5 يعني هشيل على 600 ايه كيلو، على اساس ان هو ده السيف وركينج لود بتاعي. فانا دايما لما اجي اشتغل بشتغل على الاس دبليو ال وليس الوركينج ليميت بتاعي. من خلال الحسابات دي هقدر اعرف كل وركينج ليميت على كل وايرز من خلال الانجلز بتاعته والتنشنز الموجوده في الوايرز. الموضوع بسيط كان سهل، بس يا جماعه الكالكوليشن دي برضو بتعتمد على ايه؟ السنتر اوف جرافيتي اللي هي موزونه يعني في النص، وديستريبيوتد بتوين الايه الاتشمنت بوينتس بتاعتي اللي موجوده في النقطتين اللي عندي انه هنا وهنا، لازم اتاكد ان السنتر جرافيتي موجود. برضو تاني لازم الكالكوليشن دي تكون فيريفايد بواسطه ايه كومبيتنت بيرسونز او ريسبونسبل بيرسون على الليفتنج. ده كان مثال كده من الليفتنج. برضو عندنا في جزء خاص بالتشوكر، برضو هتلاقي فيه نفس الجزء دوت، هنحط كل البيانات بتاعتنا، برضو هنستخدم السلينجز دايمتر الخاصه بيا واستغل والطريقه الخاصه بالهيتشنج. نفس الكلام في بعض الانجلز اللي بحددها، طريقه حسابات الانجل برضو نفس الفكره، بحط الاطوال بتاعتي الخاصه بالوايرات وبيديني الزوايا اللي انا لو حبيت احسب الزوايا الخاصه بيها. طيب الجزء اللي بعد كده في الابليكيشن هو خاص بالاكويبمنت او الريجنج تولز اللي هي الشاكلز والويبنج سلينجز والتشين سلينجز والواير روبس وال الوايد بادي تشيكلز والى اخره. فبرضه هنا بحسب الكالكوليشن، مثلا لو جينا عند شاكلز مثلا زي ده، بدخل كل البيانات الخاصه فيه، بدخل كل البيانات الخاصه المطلوبه من عندي، فمثلا القمه بتاعه الشكل. بعد ما بدخل البيانات الخاصه بتاعتي دي طبعا لازم احدد الكثافه او density او ماده الصنع المحصول منها الشكل، في الاخر بيطلع لي الويتس الايه اللي بتخلي هذا الشكل ده. طبعا في حاله الاحسن الايه الويتس الخاصه بالشكل. ونفس الكلام طبعا موجود في بقيه الايه الحاجات، يعني مثلا شاكلز عند الواير روب، مثلا سلينجز برضو بختار الماتيريال اللي مصنوع منها، بيديني طبعا الدايمنشن بتاعي. في جزء تاني كنت عاوز برضو اوريه لكم، موجود في الويتس اللي هي بعض الاشكال اللي هي الكومبوننتس اللي هي الغير منتظمه، زي مثلا الالكتريك موتورز لو عندي موتور، او عندي جنريتورز، او عندي اي شكل غير منتظم اقدر برضو احسبه من خلال الابليكيشن دوت. عندي برضو في نفس ال سوري عندي مثلا الفالفز نفس الكلام برضو بتتحسب. كل الكلام دوت هنلاقيه في الابليكيشن. الخلاصة ان احنا طبعا برضو ما نعتمدش على الموضوع ده 100% كريجرز. الريجرز طبعا في ستاندرز بنمشي عليها، في حسابات تانية بنحسب عليها. دي ما هي الا تولز بتساعدني ان انا اقدر اعرف التنشنز والويتس اللي عندي، وطبعا الكلام ده من خلال ال HAC او من خلال اللي هو الليفتنج اوثرايزد بيرسون او الريفرس. التولز دي ان شاء الله هتلاقوها مرفوعه على الموقع الخاص بال HAC Wallet، انا هسيب لكم اللينك تحت.
بكده أنا أكون وصلت لنهاية الحلقة، وأتمنى أتمنى يكون الأبليكيشن يعني عجبكم ونال إعجابكم. الرجاء بس مشاركة الأبليكيشن دوت مع جميع الأصدقاء للنفع، ولو في أي مشكلة أو أي استفسار في أي حاجة خاصة بالـ HSC يعني ممكن تراسلونا على القناة أو في كومنت في القناة أو من خلال الصفحة الخاصة بالموقع HSC على الفيسبوك. شكرا لحسن استماعكم، وأشوفكم في حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.